في ناس بتختار الموت البطيء، الانتحار البطيء. ضيفنا اختار لذة قاتلة، منا حكاية إدمان عادية. سرق من مال عملية خيه لمصريات اللي قالوا علاقة بحليب ولاده. كيف بيتحول العقل لوحش بحق حاله وبحق عائلته كرمال شمه وكرمال إبرة؟ وليه جاي لعنا اليوم؟ ريبورتاج. قاعد مع شاب صديق لإلي بقلب غرفة بيتعاطى هيروين، قال لي احرق لك حرقة على السنيتة. قمت حرقت أول حرقة أنا على السنيتة، قلت له ما صار شيء. قال لي احرق لك حرقة تاني. حسيت حالي مالك الدنيا، مبسوط 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 قد ما بدي. بعد أربع مرات ابتلع. كان عندي خاي الله يرحمه، الله يرحم روحه، بتمنى انه هلا يسمحني، انه ما حدا بيعرف من اهلي شو عملت معه. كان يشتغل هو برج حمود، وكنت نايم معه بنفس الغرفة. قام سولتني نفسي، مد ايدي لتحت المخدة عنده، شيل جزدانه واخذ منه 100,000. بدي احكيكي اشي ببكيني، اخواتي ما بيعرفوه. بي الله يرحمه ترك لي موسوعة اسمها ماذا في التاريخ. من كان عمري أنا 16 سنة اقرأ فيهم هالكتب. من مدة 6 أشهر بلشت بيعهم كتاب كتاب، وصدقيني اجي اقعد بالبيت وابكي ابكي ابكي ابكي، بس انه كيف بقت هذا الكتاب اللي كنت عم بقرأ فيه واللي حفظته. وبعدني لهلا بقول صلي ان شاء الله يكون يصير معي 100,000 لروح ردهم دغري كلهم بعد الدفعة. منين بدك تبلش؟ انت وين بدك تبلش؟ قريب الموت صار؟ كذا مرة كان قريب الموت لإلي. قد ايش صار لك غرقان؟ إلي من 2001. وكيف بلش الفيلم؟ بال 2001 كان عمري 14 سنة. ساقة بتوفى الوالد. وابن 14 منه من السهل الأم تقدر تكون شو غير البي يكون عنده سلطة. أول شيء تعطيته وابتليت فيه عن جدية الشباب البيع اللي كنت صاحبهم هو التنر. صوري التنر اللي بيستعملوه للطرش طرش فلي نحط على قطني وشمه بيعطيني إحساس بدماغي. تتطور العملية أكتر. كنا بالتنر بلشنا بسيجارة الحشيش. بوصل النهار قاعد أنا وشخص ما بدي أذكر اسمه، الله يذكره بالخير، يمكن هو بقصده أو بغير قصده ما بحطه بدنتي، عم يتعاطى مادة اسمها هورين. طيب بيقوم بشي ثانيتها وبيحط لي شوية أغراض عليها. إيه اللي حرق لك حرقة؟ حطاني حرقة حرقتها. وطلعت 5 دقايق قلت له يا فلان ما حسيت بشي خلص. ايه قوم يلا قوم نروح نكذر. قال طب لي احلق لك حلقه ثانيه ونمشي. طب شو انت خريج جربت حشريه يعني؟ انه جاي عبالك تعرف شو بتحس؟ يعني ليكي فضول، مع اني كنت بعرف انه هي مؤذيه بس بدي اعرف انه كيف مؤذيه. بدي اجربها، بدي فوت راسي بالحياه يعني. يعني ليكي. ثاني حرقه حرقتها هي كانت اول بلوه لي بحياتي. اعطتني شعور ما بينوصف. أنا بيني وبين حالي بين نفسي وروحي حدث حالي قول أنا انبسطت وقت أخذت المادة، انبسطت. طيب هالمادة كمان أنا بعرف إنه هي مشكلة كبيرة يمكن واحد يدمن عليها. هلأ أنا شو بعمل؟ عم بحكي بيني وبين حالي، بصير كل يومين ثلاثة بجيب شوي. هيك عم تعمل؟ ايه أول شيء كبداية يعني الهيروين عمر ال 14 من عمر ال 14 ويوميا أنت بتصرف على هيدي المادة قد ايه كانت يعني؟ أنا أجيك بالحديث، أنا أجيك بالحديث. أنا في مرقت مدة سنتين
ما صرفت ولا ليره، المواد كلها جاهزه قدامي ببلاش. مجانا عم يعطيكم اياها؟ كان في شخص في البركه الله يرحمه توفى. الله يرحمه مات بالتعاطي. عم تقول له الله يرحمك من قلبك هالدعوه بشرفك؟ اكيد من قلبي من قلبي. الله ان الله الله بيرحم. هو مات من التعاطي؟ اوكي ايه مات من التعاطي. اوكي هاو 3 ايام على ايام صاروا يومين. انا عمل لي كل 3 ايام جيب شوي، صاروا يومين، صاروا يوم. اخر شيء الاحساس اللي اعطتني اياه اول مره راح، ما في رجعه، صرت اخذها بس لسكن وجعي. مش وجع جسدي شو او اني كيف بدي اقول لك، اكثر من انه هو وجع نفس وروح وضمير وسوسي بالراس. الشخص اللي ابتليت انا نديته انا اختفى عني فجأة، ما عدت قدران اوصل للميد يعني. كمان بالبيئة اللي انا فيها اوكي قدرت ارجع احصل عليها من شخص تاني. الشخص التاني بده مصاري، ما في يجيب بلاش. من وين كنت عم تجيب المصاري؟ انه من 14 ل 30 ما في شيء بيخطر على بالك غلط الا ما عملته. بقول لك ما سرقت من اعز الاحبه اللي قلبي سرقت. يعني اختي جايبه تليفون جديد. انا قاعد بالبيت تعبان حرمان، سولت لي نفسي اخذ التليفون روح بيعه وتعاطى فيه. بس بعت التليفون وتعطيت، انا عندي نفس سميها النفس اللوامه، انه كيف انا عندي اختي، هي بالذات اختي هيدي عندي اياها بالدنيا كلها، كيف باخذ لها تليفون مبسوطه فيه رحت تعطيت فيه؟ طيب ما تاخذيني اني وقت بدي اخذ قوه، لنقول افرض قوه على الشخص ضعيف اعمل لي قوي، يعني انا هي الشغله بستحق لها كثير. فرضت قوه على حدا؟ ليه؟ كيف يعني بالقوه؟ يعني استحبت سلاح عليه يعني؟ لا بالكلام يعني؟ بالصلبطه يعني؟ فيك تسميها مثل ما بدك تسميها. ايه لانك انت ايه اكيد قوه، جسمك جوعان للمخدرات، بدي اوصل للماده باي شكل باي شكل. شوفي انه حتى هاي الشغله اللي عملتها بحتقر حالي فيها 100,000 مره، انه انا زلمه قوي على الضعيف وهو عبد مثلي مثله. شو بعد كمان عملت اشياء خجلان منها؟ خي صغير كان عمره شي 11 سنة عنده مشكلة بدينته بده عملية، بيعرف انه ولدتي ضابة مبلغ معين بيطلع بالأربع مليون شوي، بياخد الأربع مليون وبصرفهم على راسي بيوم. قد كان عمرك؟ كان عمري 16، بس خلصت وتعطيت ورجعنا عم نحكي من قصة النفس اللوامة، احتكرت حالي قد ما بدك، انه هذا خي صغير امي جمعت له اياهم يمكن على 4 مليون من ال 100 وال 50 وال 10 وال 20، جيت انا صرفتهم بساعة. وهو خي اللي قلبي من لحمي ودمي. شو عملت عليه؟ جيت يعني استسمحت امك ولا حكيت خيك ولا خبطت على حالك ولا خبطت راسك بالحيط؟ شو بعرف شو ردة الفعل اللي بتعملها بس تعمل هيك؟ لا جيت لامي قلت له القصة 1 2 3. ايه قلت لها انا عملت حق علي عم بتسامحك او لك لازم تعمل ردة فعل اكبر؟ امك ام عندها حمية، قالت لي ماما، قالت لي فداك ال 4 مليون تعطيت فيهم، خيك بعمل له عملية، بس انت المهم، انت بدك تطلع من المادة ولا يعني لا؟ كيف عرفوا اهلك انه انت بتتعاطى؟ انا قلت لهم. انت قلت لهم؟ ايه. ومرتك كانت عارفة قبل ما تتزوجك انه انت بتتعاطى؟ ايه كانت عارفة؟ ايه. كنت عم تبكي وقت الريبورتاج، شو اللي مصبرك يعني؟ يمكن حدا احيانا يلاقيها حجه لياخذ هالولاد ويفل. انا بجاوبك؟ ايه مرتي بتكون بنت عمتي، ربيتها عيدي من 99، ورغم البلبل اللي انا فيها والدمار الشامل اللي انا فيه، اللي بقعد معك على حصيري ما بدي شيء. حاسس بالذنب تجاهها؟ كثير.
أي شخص بيحبني وبحبه خذ الذنب بتجي وتغلط معه. طب ولما أمه شخص تكون بحنية أمك يعني اللي حكينا معها على التليفون ودموعها مشهد قدامنا حتى لو عم نسمع بس صوتها يعني شو؟ هيدي أصعب شيء هيدي المادة، هيدي أصعب من الموت هاي المادة. بلا بكى. دمرته نعم طبعا لابني ودمرتني. ما بريد أمي تبكي. ما بتريد أمك تبكي؟ ما بريد تنزل دمعتها على الهواء. ونحن بدنا يصح ويقوم لأولاده ولمرته ومرته ما تخلت عنه وكل العالم تقول له في اللي هي تقول له ما بتخلى عنه بوقف بجانبه. قبل ما اجي لهون كنت عم صارح حالي انا ونفسي كنت قاعد على السطح عم بتمشى عم اقول انا وعم اقول بيني وبين حالي انا على السطح طيب الله انا بكون مع الله بروح بصلي بالجامع وبيجي بقعد بالبيت وبخفي حياتي الطبيعية هيك بتقلي نفسي المليحة لا في عندك بيئة بينك وبين المسجد موجودة يعني أول ما أطلع من البيت بدي أشوف شخص من الأشخاص العايشين بالبيئة بيئة تجار ولا بيئة متعاطين؟ اثنين اللي عم ببيعها وحش 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 لما يجي لعنده من 11 و12 ويستغله ويضيفه أول مرة وتاني مرة لحسير يجيب له مصاري هذا مش بني آدم هذا وحش كيف بيسعره مثلاً؟ المادة هي مادة الوريين شوفي يمكن يضيفك إياها أول يوم وتاني يوم لتعلق إيه والرقم اللي بده إياه بيحطه وبيعرف إنه رح يجيبه الشخص اللي بده يتعطاها رح يجيبه بدي اسالك تعتبريه اب صالح لجوزك؟ يعني بتحكي انت وياه احيانا انه في اولاد مش بس نحن ناس مجوزين وانا وياك لحالنا في اولاد بدهم يكبروا ويتعاطوا مع بيهم يحكوا مع بيهم يتعاطوا يحكوا معه يعني لانه هلا حتلتبس الكلمه اكيد بتتخانقي معه يعني؟ هلا بعض الامرار بنتخانق بس ما بتوصل لدرجه انه مثلا يضربني او شيء لا بس شو حكايه انه هو مره حتى حق الحليب للأولاد سرقته كمان يعني هذا كمان ورطك يعني الله يرحمه ولا يوفقه هذا اللي عم تحكي عنه معلش خليها تطلع من قلبي لا أنا سامح عشو مسامحه وليك لسه سامحته سارق حليب أولادك وسارق مصريات أختك وسارق عملية خيك ومغير أخلاقك ومدمر يومياً وبيزلك ليعطيك وفارض خوة على الناس ومحول لأزعر وبتقلي الله يرحمه والله ما بعرف إذا بتزبط الله بالسماء بيرحم العبد ما بده يرحم ليه وطيت راسك لما قلت لك أولادك؟ شو قلتي لي أولادك؟ لما قلت لك أنك المصاري اللي مخصصين للحليب للأولاد أنت دفعتهم على المادة هاي ليه وطيت راسك؟ خلي راسي واطي قلبي لانه ما بتعرف قديش قديش الاحساس اللي حسيته طفل عمره 6 شهور جوعان بده ياكل انه انا بلا قلب ما عندي حنيه ابني من لحمي ودمي موجوع اهل اتعاطى واتركه يوم يصرخ ويبكي وانا اقعد ابكي حده مرتك ما هديو دموعها طبعا بتحكي قلت لي من اول المقابله امي ومرتي ما تسال اليوم كثير سؤالات بتخاف من شو؟ مش بخاف انا عندي عزة نفس انه دمعه تنزل منهم على التلفزيون هي حرقه بقلبي طب بس عم تنزل كل يوم هالدمعه هذا عم بيكون امك على التليفون كنت حتطلع من التليفون مزبوط بس ما بريد حدا يشوفه انا بتمنى يصاح ابني لشبابه ولو ما بريد حدا يشوفه انت مقرر تعالج هلا اكيد من قلبي خايف ان ترجع تجي تخطص مره ثانيه ليكي بشو خايف انا شو هلا انا بطلع على المستشفى اذا قال لي علاجك سنتين انا بكون مبسوط طب انا يمكن بعد هالسنتين بضمن ما نفسي ترجع تدني حالها وتاخذ هالماده بتعرفي شو بدي انا؟
حب اني اخلص علاجي وام من شغل بريت هالبيئه اللي انا عايشها. العلاج امني رح نتابع فيه، الشغل انا بدي ناشد اي شخص عم يسمعنا هلا انه البعض يمكن يلاقي انه الشخص اللي بيتعاطى ما بيستاهل الوقفه حده، هذا الشيء اللي لازم نغيره. اي شخص عم يسمعنا وعنده مجال انه يشغلك بشيء نظيف بتامل انه يكون عنده امل بتوبتك. يا رب ولادك بس تطلع فيهم يعني ما بعرف دخلك بس تطلع على الحبوب او على الابر. ليكي 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 صدقيني صدقيني بس تطلع فيهم لحبوبك بس تطلع فيهم كرمال اولادك. خليني احكي كلمه خليني احكي كلمه. انا النهار اللي بيجي على البيت ماني متعاطي كنت تعبان صدقيني ما الي نفس احمل ابني. الحنيه ما عاد الحنيه راحت مني بتروح مني بس اخذ الماده ما بشيله عن قلبي وعن روحه ما بشيله وبقعد وببكي فقراص وببكي. الله لا يأذي حدا وبقول له الله يبعث لك ايام تكون صالح وتكون من الصالحين. هو الاحساس شو لما واحد يقدر لما واحد يحس حاله عم تغريه هالشغله انه يرجع يفوت فيها تديني ترجع بتمسك وبتقول هاي اخر مره ليكي مش كل مره بتقول هيك. هلا انا قبل ما اجي على الاستوديو اللي جمعتين مش متعاطي ما بقدر اوصف لك شعور قديش اني مبسوط. طيب وليش ما فينا نضلنا هيك؟ خوفي من البيئه. يعني اذا كل كلمه بدي اقول لك اياها للبيئه، البيئه ورطتني، البيئه خلتني اسرق اهلي، البيئه لا 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 مش البيئة مش البيئة بدنا نكب هالبيئه من راسنا ومن روحنا، اذا الله اقوى من البيئه ولا البيئه اقوى من ايماننا؟ مش البيئة مش البيئة مش البيئة جو يعني اللي انت فيه. انا بضل عندي خوف انه هلا بطلع بتعالج بس خوفي ما ارجع لهون، ما بدي ارجع، انا من قلبي بتخلى عن اولادي سنتين، بروح اتعالج بس ما ارجع لهون. بتقول انه ما بدك امك دموعها هيك يحسسوك انك انت ليكي عم تقلل من شأنها وبتقول انه بيك متوفي. ليكي عندي ولدين انا عندي ولدين هن لم دمي ولحمي وعندي مرتي عندي الله وامي. طيب قبلهم كلهم. بيك من شو زعلان منك هلا بكون؟ قلت له توفى بي ورثني موسوعه كتب ايه اسمها ماذا في التاريخ. هي ما بتعرفي هاي الموسوعه قديش هي عزيزه على قلبي وقديش انا اخذت منها علم وقديش حفظت منها وقديش بحدث فيها. عندي اياها كنز. شو عملت فيها؟ صرت لمرحلة صرت بيع الكتاب 5000 كل كتاب بيعه ابكي. فيني اسألك سؤال بس بين مزدوجين؟ اجل بدك اياه. أقل دفعة دفعتها وأعلى دفعة دفعتها قد هي؟ التعاطي؟ ايه 4 مليون. في شيء أنت هلا عم تعترف عم تعترف بكل شيء، كنت مقرر وجهك ما يبين رجعت قررت وجهك يبين. ايه ليه؟ خلص شخصيتي انا هيك قويه ما عندي مشكله. ليكي ما في بشري ما مرتكب ذنب، ما في بشري معصوم. في شيء ما بيعرفوه امك ومرتك هلا بدك تخلص كل ملف الاعتراف فيه تقول كل شيء فرد مره؟ في شيء ما بيعرفوه؟ ايه شو هو؟ هني ما بيعرفوا اني صرفت لهم الذهب من ورا ظهرهم، فكروا ضاع. انا كنت اخده كنت بايعه وكنت متعاطي فيه. ما بتعرفي انه فقد لك ذهب؟ لا. اليوم اول مره بتعرفي هالخبريه؟ هلا بتعرف. هي فكرت حالها مضيعته. هي فكرت حالها مضيعته. وانا اللي اخده. الله عم بيعترف لها بوجهه. وعم بعترف كمان لمرتي انه انا بعت لها صورتها. بلشت بالمحبس لوصلت للسنسال على الحلق صورتها اللي اعطيتها اياها وقت تجوزت اخذت لها اياها وبعد. طب قولي لنا شي جمله ما بده اياكي تحكي كثير، ليش ما بده اياكي تحكي قد ما بكيتي؟ شو؟ اه
أنا اللي بهمني بالموضوع كله سوا هلا، أنا لا بهمني لا مال ولا شيء بالدنيا كلها سوا، بهمني إني جوزي يصح ويصير كأب إنه لأولاده ويعيش معنا مثل العالم والناس. بيك بعد حتى الموسوعة اللي عم تقول عنها أنت بتحبها؟ نحن دخنا للقينا الموسوعة. شي؟ جبنا إياها يا أحمد للموسوعة. أي موسوعة؟ جبنا لك إياها جانا. الموسوعة اللي الموسوعة اللي أنا بعتها؟ إياها مثلها هي ذاتها. شو هي؟ شو عليه؟ هي صدقيني تشكر ماما، صدقيني من كل قلبي أنا بتشكركم كتير، بس صدقيني قديش غالي علي هالموسوعة، ما بتعرفي قديش غالي على قلبي. رح تبيعها؟ لا مستحيل بعد بيعها. رح نلحقك بالعلاج قبل ما تتصرف؟ مستحيل بعد اتصرف بأي كتاب منه بأي شيء غير الكتب. طيب علي، أنا احترمت رغبتك بأنه أمك ومرتك ما يحكوا كتير، والموسوعة هو الشيء اللي قدرنا نعمله مشان نذكرك بأنه ما تغلط غلطة عملتها، عملت يمكن أغلاط أكثر بحق أولادك وبحق الناس. بتشكر كثير جمعية، رح نواكبك فيها. كلكم بتشكركم، كلكم أنتم جبتوا لي كنز، مش أنا أميتي بهالحياة. ما تفكروا أنه كتاب عليكم كلمة، لا هذا كنز دعوية ما يروحوا على الفاضي، هذا كنز يشفي كل شاب مثل ابني ويشفي ابني، هذا كنز. وجودك معنا اليوم نحن أصرينا عليه من كتير ميلات للناس اللي مرطة بهذا الموضوع تدور على مساعدة بسرعة، ولهالدولة اللي مغمضة عيونها وبالها بأشياء تانية تفيق على الشباب اللي عم بضيعوا. لازم يعملوا مستشفى للشباب الدولة، لأنه في كتير شباب عم بضيعوا، وللناس اللي بالبيوت يفتحوا عيونهم 10 أولادهم. صدقيني عم بشوف أولاد عمرها، إن شاء الله يكونوا كتار استفادوا من كلامك عليه. صدقيني بشوف أولاد عمرها 9 سنين و10 سنين عم تتعاطى. إن شاء الله يكونوا استفادوا من كلامك، وإن شاء الله هالناس اللي ماسكين السلطة بهالبلد يوعوا بقى على شيء غير جيبهم، يعني لأنه في بلاوي عم بتصير، أكثر من بلاوي. قديش صعبة هي؟ رح نواكبك بقصة الجمعية، رح نكون معك بقصة الجمعية، برجع بناشد كل الناس اللي عم تشوفنا إنه كل شخص بيلاقي شغل لشخص تاب عن التعاطي وقف بيكون عن جد عمل رسالة من الله إيجابية. علي روحة على الجمعية نهار الثلاثة، والجمعية اللي تبنت هيدا الحالة، وأنا بشكرهم كتير من قلبي، وعلى أمل إنه كتار جمعيات يكونوا يتصرفوا بهالطريقة الرائية. هي جمعية الهيئة الصحية الإسلامية بمستشفى جوية الرعاية، بشكرهم من كل قلبنا. وأنا بشكرهم من كل قلبي. نهار الثلاثة تمشي قدامنا إذا الله راضي.